الذين يسكنون الآن هنا في المسجد في الاعتكاف يجربون حياة أهل القبور في قبورهم. أهل القبور هل ترونهم يتابعون الصفحات والمواقع والشاشات والجرائد والمجلات والأخبار؟ أهل القبور لا علم لهم بذلك. فكذلك المعتكفون هنا لا تعنيهم الدنيا بحذافيرها برمتها وبما فيها، هم مشغولون في عبادتهم. شرع لهم 5 عبادات لا بد لهم من المبالغة فيها: العبادة الأولى الصلاة، والعبادة الثانية القرآن، والعبادة الثالثة الذكر، والعبادة الرابعة الدعاء، والعبادة الخامسة الفكر. 5 عبادات مشروعة للمعتكفين، هي العبادات الخاصة. في عبادات أخرى كثيرة: الفكر، تفكير، تفكر، نعم، والتفكر في القرآن، تفكر في عمرك، تفكر أنك الآن اعتكفت لكن قد لا يصل العام القادم إلا وأنت في القبور. هذا الفكر تغذية لقلبك، أنت محتاج إليه. فالمعتكف هنا نبذ الدنيا وراء ظهره. كثير من التدبير أمور دنياه وأمور أسرته كان يقوم به، تركه الآن، تركهم، فوض إليهم الأمر، هم يدبرون أمورهم. تعرفون المثل الحسان، يقولون ما يموت اللي ما حلب أهل وراه. معناها تدبير الشؤون الأسرة وتدبير الأمور اتركه لي، كأنك أنت مت وكأنهم هم سيدبرون أمورهم بعدك. اترك لهم المفاتيح، لا تهتم بتجارة ولا بوظيفة ولا بعمل. أنت الآن كأنك تحيي قبرك، كأنك عائش حياة عيش أهل القبور، فأنت مع الله وتأنس بالله، ويضحك الله إلى القائم في الصف، ويضحك الله إلى المصلي في جوف الليل. فأنت تريد هذا الضحك، تريد حظك منه، تريد نصيبك منه. فلذلك انقطع عن ضحكات المخلوقين، وانقطع عن ما هم فيه جميعا، انقطع عن سرورهم، وانقطع عن أحزانهم، وانقطع عن أشغالهم، وأقبل على الله جل جلاله. فالاعتكاف سيدربك على الأنس بالله. أنت الآن عشت مع الله 10 ليالي أو 9 ليالي، فأقبلت فيها على الله، وكنت ضيفا عليه في بيته، فأكرمك بكتابه، وأكرمك بتغذية قلبك بأنوار الإيمان، أفاض عليك من أنواره وأسراره ما لم تكن لتناله في غير هذا الاعتكاف. هذه الأنوار والأسرار التي أفاض الله عليك في معتكفك تفهم بها عن الله. أول شيء تفهم بها خطاب الله، والله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والعالمون هنا ليسوا الذين تخصصوا ودرسوا، بل العالمون هم من عرفوا الله، من عرف الله وخشيه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأولئك هم الذين يفهمون عن الله. لا سامحوني في تعبير حساني، بعض الشعراء أو الأدباء أو الكتاب يقول: أنا قلت شيء ولا نبحث عن حد ينزله عني. معناه يبحث عن شخص من أهل الفن يتذوقه لينشده ما قال حتى يفهم عنه. لا تضربوا إلا الأمثال. الله جل جلاله غني عن المخلوقات جميعا، لكن كلامه ما هو كل حد ينزله. هذا خطاب الله لله نزله يفهم. الله قال مولانا إنما قال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هؤلاء هم الذين يفهمون عن الله. فكذلك المعتكف هنا أراد أن يفهم عن الله، وأقبل على الله، وانقطع عن الحياة الدنيا، فكأنه أنس بالله. حتى جاره ومجاوره في القبة وفي المكان وفي الصف لا يسأله عن أي أمر يعنيه، فكل فيما هو فيه، كل في اختصاصه، لأن حياتهم حياة الآخرة الآن، ليست حياة الدنيا. حياة الآخرة لو رأيت أباك وأمك ستفر منه، كما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفي قراءة ابن محيصن، وهي من القراءات 3 الزائدة على 10، ليست متواترة، وقارئ مكة الأول قبل ابن كثير: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه. فهو مختص بما يعنيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كانت عائشة أم المؤمنين إذا خرجت من اعتكافها إلى بيتها لقضاء الحاجة
تمر على المريض من أهلها فلا تسأل عنه إلا وهي تمشي لئلا يشغلها شيء عن الله، فهي الآن تعيش حياة البرزخ وحياة الآخرة. فكذلك هذا المطلوب منكم معاشر المعتكفين والمعتكفات، أن تعلموا أنكم الآن تعيشون حياة الأنس بالله وحياة القرب منه، تستشعرون تقريبه سبحانه وتعالى، وتتذوقون طعم عبادته ولذة العبادة وسعادتها وحلاوتها. فكثير من الناس مرضى مرضا يمنعهم من ذوق الطعم ومن شم الرائحة. تعرفون أن المصاب بكوفيد مثلا قد يصاب بنقص في الشم أو نقص في الذوق، لكن الصحيح صحيح القلب والإيمان هو الذي يتذوق هذه الطاعة وهذه العبادة ويحس بحلاوتها ويشم رائحتها الزكية الطيبة العطرة ويشتاق إليها ولا يستبدلها بما سواها. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ذاقوا طعم العبادة فحققوا ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. سعادة العابدين بالقرب والمناجاة ولذة الأنس بالله سبحانه وتعالى لا يعدلها شيء. قال الفضيل بن عياض: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. هذه سعادة عجيبة ولذة هائلة وطعم ليس له نظير ورائحة زكية لا تعدلها رائحة. حاول يا أخي أن تتذوق هذا الطعم وأن تشم هذه الرائحة وأن تحل في قلبك حلاوة هذا الإيمان، حلاوة هذه العبادة، حلاوة هذه الخلوة، حلاوة هذا الأنس، حلاوة التعلق بالله جل جلاله، حلاوة الانقطاع عن المخلوقات. إذا ذقت حلاوة ذلك وفهمت عن الله واستحسنت هذه الطاعة وهذه العبادة، الحمد لله قد انتفعت من العشر الأواخر، وانتفعت من ليلة القدر، وانتفعت من الاعتكاف، وانتفعت من رمضان. ويكفيكم عند نهاية رمضان إن شاء الله، نسأل الله أن يعيده عليكم سنين كثيرة، أن تخرجوا وقد ذقتم حلاوة العبادة، ذقتم حلاوة قيام الليل. كثير من الناس يظنون أن قيام الليل هو فقط التعب الذي يجدونه والتنمل الذي يجدونه والتورم في أرجلهم والتنمل في أطرافهم والسهر. لا، ثم حلاوة من ذاقها لا يصبر عنها.